نروح للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، واللي أغلق ملف الفوز على سبورتنج بنتيجة 30-28 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على صالة النادي. الفريق بيستعد لمباراة اليابلس واللي هتتلعب يوم الجمعة اللي جاية، والحقيقة الفريق بيعاني من ضغط المباريات، خصوصا وانه زي ما قلت لحضراتكم لعب 3 مباريات هذا الأسبوع ما بين جمعة حد ثلاث، ولسه عنده كمان الجمعة المقبل أمام هليوبلس. طبعا فريق يد الزمالك بعد فوز امبارح قدر يحقق العلامة الكاملة في جميع المباريات لحد دلوقتي، وإن شاء الله عندنا أمل إن الفريق يعود من جديد للفوز بالدوري. زي ما قلت لحضراتكم مباراة كانت مهمة جدا جدا جدا، الأهم فيها هو الفوز بنقاط المباراة وإن أنت تخرج بالمباراة بالهدف المطلوب منك، فده حصل امبارح. أيا كانت ظروف المباراة كانت إيه، من ضغط مباريات، من فريق لا يستهان به ودايما صاحب مفاجآت مع الفرق الكبار، ولكن في الآخر أنت فزت بالمباراة وحققت الهدف المرجو منك من هذه المباراة. نروح لفريق يد سيدات الزمالك واللي رجع للتدريبات النهارده، وده بعد المباراة الودية اللي كان لعبها مع منتخب مصر الأول لكرة اليد يوم الاثنين اللي فات على صالة المركز الأولمبي بالمعادي ضمن سلسلة المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد. فريق بيواصل التدريبات واللي بيركز فيها الجهاز الفني على الجانب طبعا الفني أكتر، وده مع اقتراب انطلاق الدوري. زي ما عارفين ان فريق يد سيدات الزمالك هيبدا الموسم الجديد يوم 20 ديسمبر بمواجهه الظهور في الجوله الاولى من الدوري، ولكن زي ما قلت لحضراتكم هيكون عنده بقى مباريات بعد كده، الاهلي، سبورتنج، تقريبا في سموحه مباريات هتكون 3 جولات صعبين يعني ورا بعض. كمان الثنائي ياسمين صلاح وبسمله ابراهيم شغالين على التأهيل للتعافي من الإصابة واللي كانوا تعرضوا ليها طبعا الصليبي، والبنات دول شغالين بقلبهم بشكل كبير جدا لأنهم عايزين يلحقوا الموسم ده، فالحقيقة بتمنى لهم طبعا الشفاء العاجل والعودة سريعا لفرقتهم بإذن الله، وكل الدعم والتوفيق لفرق اليد وكل ما هو زملكاوي.